بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بالقسم الثالث من أقسام هذا الكتاب المبارك، الصلاة. نعم، أهون دم من جمره وصفتني يوم كفل يا صلاة كفلنا ويا من جمره. نعم، الصلاة لها شروط تتقدم عليها، يعني قبل الدخول في الصلاة لابد أن تأتي بشروط الصلاة. نعم، صلاة مسرت علات مسرت مالات كصلاة بستفيد يمكن أول رجوج مالات. الأركان داخل الصلاة فرد اللي بالو كصلاة وسط عبرو يمكن أول، والشروط خارج الصلاة مسفرت اللي بالو كصلاة قدم هنيتا يمدرج. ما هي شروط الصلاة؟ يا صلاة كم شروط الصلاة؟ إنما ناتشو سنتشو. نعم، تسعة. يقول تسعة ذات أين أتشو يا صلاة مسفرتوش بلو وندما تشني مرسا. هذا علم، هذا اللي يقوله شروط الصلاة تسعة، أركان الصلاة 14، هذا علم، ضبط للعلم، لابد طالب العلم يضبط بهذه الطريقة. نعم، يا صلاة مسفرتوك زادين دهلو يا صلاة دمو فردوك أسرارات راتشو عند تماري النزهين شامد دوميات ديتو. ثم بعد هذا يذكر، يقول الإسلام العقل التمييز هكذا، لكن أولا يقول شروط الصلاة تسعة. نعم، مزرزر أفلق عنه جين بتكلو مجمري شروط الصلاة زدين أقولوا للناقر يقبل العلماء رحمهم الله، علماء الله إذن لا كرونا تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا العلم. لفتوا علم إهنا لن يعدرسوا لنا، قربوا لك العلم، أوقات اللنيا أقل الأدرجو أقربوا لنا، جمع المسائل المتفرقة، يتبتعتنا المسائل لنيا خصوا لنا، ما بقي عليك إلا تسلك هذا الطريق فقط. النسو يقربوا لنا من قال جوتو مقواز بتشانو. المشكلة عندنا أننا لا نسلك إلا من رحم الله. هنيا لبنا شكل يعني من قد قلتنا على مهد الله يحزن اللي صفار هنا بستقر. إذن الشروط خارج الماهية، ماهية العبادة، والأركان داخل العبادة، داخل الماهية. مسفرت معنا لما من يوم كعبادة بستفيد قدما مسفرت اللي درقون شرط ميبانو. لا يقبل في ترك الشرط أو الركن أو الركن جهل ولا نسيان ولا عمد. مسفرت مهنا فرد يتبالو النقر برساتشا مهنا أو قوة يتوسل صلاة تقبل. صلى بغير وضوء، لم السالي على وضوء بسيطة. جاهل جاهل أو جاهل جاهل صلى بغير وضوء جاهلا ناسيا متعمدا، الصلاة باطلة، لا فرق. نايمونو يا لو ضو سجد صلاة، إيه صلاة تكبينة الله.